بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا في المحطة التعليمية راح أنا أعرض مجموعة من الفيديوز، طبعا راح تكون مصنفة حسب الموضوع. بدأنا في مواضيع بتهم تقريبا معظم القارئين أو الطلاب. بدأنا في C++، وبدأنا في Object Oriented Programming، حكينا شوية عن Logic Design، وحكينا عن Image Processing. إن شاء الله طبعا في المواضيع اللاحقة راح نتطرق لعدة مواضيع. طبعا هاي المواضيع سواء كانت في Software ديزاين او الهاردوير ديزاين، كلها مواضيع بتلزم حاليا للطلاب اللي بيرغبوا في التعلم عن بعد او في الديستنت ليرنينج. طبعا احاول جاهدا انه اوظف خبرتي العمليه، طبعا الخبره العمليه في معظمها كانت في السوفت وير، في الابلكيشنز، في الداتابيس. الخبرة الأكاديمية في تدريس، سواء تدريس نطاقات هندسة الحاسوب أو الشبكات أو الكمبيوتر ساينس، مواضيع كلها متعلقة بالآي تي، تدريس على مستوى الماجستير، إشراف على رسائل الماجستير إلى أخرى. كل هاي الأمور الحمد لله أكسبتنا خبرة في الناحية الأكاديمية وفي الناحية التدريسية بشكل خاص. طبعا راح يكون التركيز على الأشياء الضرورية، وتكون طريقة العرض سهلة لإيصال المعلومة لطالب المعلومة بكل يسر وسلاسة. طبعا في بعض المواضيع راح نتطرق أو نستخدم بعض الأبليكيشن أو بعض السوفتوير الجاهز، مشان نبين كيف إيش نربط الناحية النظرية بالناحية العملية. وآمل التوفيق، وآمل أن تحقق الفائدة طبعا بإيصال المعلومة لكل من يرغب في أي مجال من مجالات، سواء كانت كمبيوتر انجينيرينج أو كمبيوتر ساينس. وبالتوفيق إن شاء الله لنا وإلكم، وشكرا وإلى لقاءات قادمة.